أعمل حاجة مع الشباب اللي هي في الدايرة اللي هي في كان أعمل حاجة بصمارة الشباب الدايرة اللي هي ونبدأ المعارضة بتاعتها في الفريكونسي تعبر عن علاقة اللي هي البيوت سايكل دي آخر حاجة وصلناها المحاضرة اللي فاتت. وقلنا إن البيوت سايكل هنا دايما أكتر من نص. البيوت سايكل أكتر من نص. ليه أكتر من نص؟ لأنه قلنا عشان يبقى في نص لازم عملية تبقى صفر. فعملية تبقى صفر هنا معناه إن المقدار اللي وصل في سي سي، المقدار اللي وصل في سي سي فلا يمكن هتبقى أرضي فكان هيبقى معامل مكسب ما يفرق، فتعرف السؤال شو أصلا خالص. طيب، قلنا إزاي بقى نقدر نغير في الدايرة دي بحيث نطلع الفيوز سايكل زي ما إحنا عايزين. هنعمل التعميم في الجهة هتسيبها بقى، يعني هحط هنا الدايود. يعني دي من غير دايود، المعادلة دي من غير دايود. لما هنحط الدايود بقى بالشكل ده هنفترض ان واي بيقى دايود هنفترض ان واي بيقى دايود ايه اللي هيتغير؟ افتكر معايا بقى الشحن كان بيتم في الدايره بتاعت النهار اللي فاتت عن طريق ايه؟ بتاعت الاسبوع اللي فات الشحن كان بيتم عن طريق ار ايه زائد ار بي. طب لو حطينا دايود والدايود اي الشحن هيتم من خلال مين؟ ها؟ ار ايه بس لان هي كانت ماشي كده كلام اتنين بارل ده مقابل هيبقى صفر ده ليه مقابل هيمشي كده فالشحن هيبقى من خلال ار اي التفريق هو ار بي ليه؟ لما يجي يفرق بيفرق كده مقابل بتبقى ار بي فلما يجي كلام تمشي كده هنا ده ريفيرس بايس دايود ده ريفيرس بايس دايود فبالتالي مش هيمشي فيه يبقى هنا الشارجنج فيليو اللي كنا سامينها كي 1 كي 1 هتبقى في حاجه 0.7 سي بار اي بس بينما الديستورشن تايم هيبقى 0.7 سي بار بي وبناء عليه يبقى التي بتاعته يساوي 0.7 سي بار اي زائد ار بي من هنا يبقى الفريكونسي اللي واحد عامل تي هتلاقي المقلوب الكلام ده يطلع 1.44 على ار اي زائد ار بي زي يعني الفريكونس هنا هيبقى اعلى من الفريكونس في الحاله الاولى فريكونس اعلى ليه؟ لان التايم ان لان التايم ان يبقى الفريكونس زائد تي. طيب هنا دي سايكل بقى بتسوي ايه؟ ار اي بص هنا تي 1 على تي 1 زائد تي 2 ليه ده؟ اللي هي 0.7 سي فار اي على 0.7 سي فار اي زائد ار بي يعني دي تسكر هنا بتساوي ار اي على ار اي زائد ار بي فهنا دي تسكر ممكن تبقى على مزاجك بس مش صفر مش حاجه اسمها صفر يعني لان صفر معناها ار اي تساوي صفر ده الدايره اللي ما بتشتغلش عادي خالص فانا مثلا انا ممكن اظبط هنا في السايكل من مثلا سي بوينت 1 الى بوينت 9 مفيش مشكله خلاص مش اي مشكله في حاجه تانيه تقدر تاخده زي ما انت عايز في السايكل تقدر تغيره كما تريد بس مش صفر لا صفر ولا 100% لان 100% ما لهاش معنى 100% معناها انه هيبقى هاي على طول فما لهوش معنى يبقى شباب يبقى دلوقتي اقدر اتحكم في دول سايكل يعني ممكن تبقى منظرها كده دي دول سايكل قليله كده كده عادي جدا يعني ممكن تبقى كده ممكن تبقى كده مش مشكله فدي دايره تقدر تتحكم فيها البيوت سايكل تماما. طيب في بقى بص ماشي ماشي
frequency ممكن تغير عن طريق الريزيستنس او الكباسيتنس. لو غيرنا عن طريق الريزيستنس يبقى الفريكونسي هيتغير والديوتي سايكل هيتغير الاثنين. لكن لو غيرنا عن طريق السي الديوتي سايكل ما بيتغيرش لان الديوتي سايكل مرتبط بالارق بالريزيستنس بس. فبالتالي لو انا عايز اغير الفريكونسي مع الاحتفاظ بالديوتي سايكل ثابته غير السي. لو عايز اغير مع تغيير سايكل غير الارق كويس. فبصفة عامة تغيير الار يغير الاثنين فريكونس وديو سايكل يعني تغيير الار يغير الاثنين. في بقى دايرة بتسميها اللي بتخليني الديوتي سايكل متغيرة والفريكونسي ثابت. يعني هخلي الفريكونسي ثابت والديوتي سايكل غير متغيرة. فهي دايرة بنسميها فريكونسي and variable duty cycle. هنا هنحط variable resistance مع RV دي variable resistance والنقطة المتحركة بتاعت الشنطة ده عند رجل رقم 7 زي ما انتم شايفين كده بحيث ان دي اصبحت جزئين RX و RY. هنا في الدايود الاف اللي هو واحد على في يبقى كونستنت.
months you shut the bank. 3 months you shut the bank. That would do psyche. He won out of heat. But he won, according to the T, R1, then R8. And according to the T, R1, then R2, then RB. يعني R1 ذات Rx على R1 ذات R2 ذات Rx ذات Rb. طيب أنا عايز أجيب duty cycle minimum Rx كام؟ زيرو. لأن Rx قيمتها الصغرى زيرو والعظمى دي. فعجبتك بقى الصغرى تيشرت. فالبيوتسايد المينيموم هي R1 على R1 زائد R2 زائد R3. طب والبيوتسايد المينيموم ها؟ R1 ها؟ ثلاث R V. فعادة بنعمل ايه؟ بيبقى الـ R V كبيرة بالنسبة لـ R1 و R2. يعني عادة R V أكبر بكتير من R1 و R2. فيبقى عندك إمكانية تغيير سكن زي ما أنت عارف. يعني هتبقى مثال بسيط. نفترض إن دي 1 كيلو. ودي 1 كيلو زيها الار بي دي 10 كيلو الديوت سايكل مينيموم هنا كام؟ ها؟ في المثال اللي انا عامله ده 14 يعني في المثال ده الدي 3 اكبر من 1 على 12 واقل من كام؟ ها؟ كام؟ ها؟ 11 على 12 يعني دي تقريبا من 8% ل 92% يعني جزء بتاعها كانت صغير والفريكونسي ثابتة والفريكونسي ثابتة فدي بنسميها الدايرة بتاعت ايه؟ فيكس فريكونسي فيريبل انسايت طبعا حكايه فيكس فريكونسي فيريبل دي ليها اهميه مش اي حاجه لان من ضمن شروط تشغيل الاي دي ان الفريكونسي ما تقلش مثلا عن 200 كيلو هرتز فلو شفت حاجات بتتغير والفريكونسي بيتغير والتوسك بيتغير ممكن تطلع بره الرينج بتاعها مثلا في ابلكيشنز ثانيه لما عايز الويف دي تشغل حاجه معينه فانا عايز الفريكونسي ما تزيدش عن حاجه، فانا بسبب الاصل الفريكونسي. بسبب الفريكونسي اللي انا فيبقى كده انا ضامن ان الفريكونسي بتاعتي كونستنت و انا حبيتها من الاول. دي بعض المسائل في شيء اللي هو على الكلام ده. مين ده بتاعت العالم؟ يوم ايه؟ حتى زي ما قصر؟ طيب انا ما اعرفش سكاشن ان شاء الله معاك في ثلاث خمسة ولا ما اشتغلوش. ما اشتغلوش خالص. طيب يعني هنستدعي ثلاث خمسة من الامتحان. لكن ال هو كان ممكن احلها ان انا احل معاك بعض المسائل دلوقتي بس مش مشكلة. خليها بعد كده. طيب. انا عايز اقول ان الامتحان انا بقصد ان انا ان انت تكون متابع في السيكشن ومتابع في المحاضره يعني ممكن بعض الحاجات ما بيتمش التركيز فيها في الشتات وانا بصورها ودي بتبقى مواقع امتحان يعني اللي حاضر المحاضره ومركز معايا بتفرق معايا الراجل متابع يعني لازم في المحاضره ومركز معايا في حاجات بتتقال كده ممكن ما يبقاش عليها مسألة وليها في الامتحان. ف
وركز وفهم احنا بنقول ايه، يعني حاجه بالنسبه لي مهمه جدا. طيب تعالى نتكلم في دائره اخرى برضه من ثلاث خمسات بنسميها 50% ديو سايت. دائره 50% ديو سايت، وبعدها هناخد شيء من الريسك عن طريق ان انا مش هتكلم في دوائر، هتكلم في ابلكيشنز شويه كده. فبس هعمل جزء
Maar Gordon zit niet in zijn beste kamp. Waar? En als je een beetje ziet, dan wordt het aanleiding, beste waar, dan waar. Maar Gordon zit er aan Gordon zit niet in. Je bent al gezien. Je bent is de waarheid. Waar zijn we hier? Je bent ook een waar. Je bent ook een waar. Je bent ook een waarheid. Maar in je hoofd de auto is er niet te zien. Dan maar hè, in je hoofd de auto is er niet te zien. Dan maar hè. Right? يبقى الكراسون عبتني فرق، قال لك عبتني شيء، يبقى عبتني فرق.
installment. Throughout الشعب بتاعنا كان من خلال ارض نفس الارض يبقى هي سي شارت رون سي زود كام رو رو ار يبقى الشعب كان من خلال ار والتفريق ايضا من خلال ار لما يفرق الفولت مع الكباستور هيقل فهيبقى عندي بي سي هيبقى اكبر من التلت واقل من التلتين الحاجه دي هتوصلني ان اس بتساوي صفر وار بتساوي صفر اذا الكيو تبقى كامله هنا ها؟ زيرو ما يبقاش زيرو نو تشينج فده معناه ان سي كونتينوس ديسشارج كونتينوس ديسشارج كويس فيبقى هنفصل ان في سي اقل من تلت من سي سي لما بي سي تعمل عن تلت بي سي سي ايه اللي بيجي يحصل ايه اللي اس بتعمل ها اس بتعمل واحد والار والار زيرو فترجع تاني تبقى الكيو كام واحد ان هي دي او سي سي ترجع سي يرجع شارت جون تاني الكلام ده نقدر نلخصه في التدريب دول فوق الكباستور هيبقى بالشكل ده دايما في حاله الشعب اللي هو اقصى فولت ممكن يوصل
المكسب هي بي سي اقصى بروتون شوصل يبقى بي سي سي ناقص بي سي سي الانيشال بكام؟ ها؟ 10 بتساوي بكام؟ 2 بي سي سي يعني يساوي بي سي سي ناقص 13 بي سي سي يوصل ناقص 53 عندي 71 عندي 371 بي سي كام؟ ها؟ بي سي كام شباب؟ 2 على 3 يبقى عندي 2 على 3 سالب بي سي سي ناقص 2 بي سي يوصل 61 على 60 اشطب بي سي سي في الطرفين وجيب دي ناحيتي عندك 2 على 3 يوصل 61 على 60 هتساوي هتسمع عليها 1 ناقص 2 يعني كده اشطب 3 مع 3 يطلع لك ان اي اس بي 1 على ار سي تساوي 2 انا لا فاهم يبقى تي 1 بتساوي ار سي لين 2 اللي هي تقريبا 0.7 ار سي ادي تي 1 ادي تي 1 طيب دي 2 بي سي بتساوي 3 ناقص 3 فاينل ناقص 3 انيشال يوصل ناقص 3 الفاينل بتبقى كام؟ 0 الفاينل دايما في التبديل لو استمر الحال في التبديل ما شاء الله يبقى 0 ماينس 0 الانيشال بكام؟ 2 على 3 يعني بي سي بتساوي 2 على 3 يوصل ناقص 3 على 50 بي سي بتساوي 2 بي سي سي لما التايم يبقى تي 2 دي تبتين بي سي سي هيطلع لك من تي 2 هتطلع تاني ار سي من 2 يعني 0.7 ار سي يبقى زي ما هو متوقع تي 1 قد تي 2 فعشان كده تقول سايكل نص دي تقول سايكل نص ولا يمكن تغييرها الا بحيله هقول لك دلوقتي يعني ما تتغيرش كده تغيير حاجه في الدائره نفسها لكن الدائره دي بتدي 50% على طول كده طيب الفريكونس بتاعتها كام؟ يبقى عندي تي بتساوي تي 1 زي تي 2 يعني 0.7 ار سي خلاص 0.7 ار سي يعني 1.4 ار سي يبقى الفريكونسي اللي هي على تي هتبقى 0.72 على ار سي دي معاك اما المتسكت اللي هي تي 1 على تي فهتبقى 0.7
RC R1 coil 4 RC there are two cycling bonus. بالنسبة للدائرة هي وضع بالشكل تمام؟ لو وضع عكس غاية الديو سايكل مع النص في هذه الدائرة تضطر تعمل ايه؟ للمعوية بس
நன்றி. Right.
وبالتالي في مهندس غير
نعم؟ ما عنديش خمس دقائق مش بطلع شغل الوليد. ده بشار سويتش هنا. ده بشار سويتش. دي مش سكول بوتش ده ابلكيشن بالثلاث خمسات بتعرف. يعني هنا بحاجة خمس سويتش. يعني اخبارك انا ما استغلتش انا حته السكول بوتش بس استخدمتها ان هي بتاعت ادي سويتش. زي الارض حاجه مشابهة كده تماما بين النوت جيت. هي نفس التاريخ.
دين دايرة تطلع دون معين صوت صوت زي الصفار ده اللي طلع الصفار ايه القانون ده دي كده بتستخدم اجهزه الانذار او بتاع وحاجات كده حاجات زي اجهزه الانذار زي ما انتوا شايفين كده يا شباب انا هي الدائره الاساسيه اللي هي مربوطه عند الاول وبعدين رقم ثلاثه بتطلع في السي وزيرو بتطلع في السي وزيرو تاخد على الدرس 10 مرات وبعدين على سبيكر صغير 8 اوم ومثلا ربع ورقه او حاجه زي كده هنا لاحظوا بس هنا استخدمته وعلى 10 مرات والمقارنه مش كبيره زي التاني عشان هنا التون الرينج بتاع الودن تسمعه كويس في الرينج من 500 هرتز ل 1500 هرتز دي اكتر حاجه الودن تسمعها كويس فانا عشان كده حاطط الكرسي الصغير عشان الفريكونسي يبقى ايه؟ يبقى عالي عشان الفريكونسي يبقى عالي هنا السؤال ليه تحط المكسر ال 10 مرات في بعض ده؟ حد يقدر يعني الجسم كده ليه حاطين لهم بس 10 مرات في بعض حد يقدر كده ليه؟ طلعين ما طلعش وين؟ نويز لا شرشمان بص بقى السماعة من جوه تركبها ازاي؟ حد عنده فكرة؟ السماعة من جوه ده مغناطيس لما بيمر فيه كارت بيشد الممبرين اللي هو المشاكل بحيث لما الكارت يتغير القوة بتاعت الشد متغيرة فيفضل الممبرين رايح جاي يوم يعمل تضارب برضه لمخالفات الهواء وتسمع صوت دي فكرة الهواء جوه مغناطيس في مغناطيس المغناطيس ده بيشد وشاكل لو دخلت دي سي لو دخلت دي سي على الملف ده هيتشد الممبرين وخلاص ما بقاش في اي حاجه مفيش فاريشن ف ايه اللي بيحصل؟ بص يا جماعه اللي يطلع هنا عند البي اوت ده سكوير رول زيرو من سي ده دي افرج دي سي ولا ملوش؟ ها؟ ده دي افرج ولا مش ليه؟ ده في دي سي كومبوننت الدي سي كومبوننت دي هتشد الممبرين وبعدين تخليه بيتحرك حركه قليله حواليه بس فبالتالي الصوت هيطلع مسافه دي لان في دي سي كومبوننت طيب شيل الدي سي كومبوننت ازاي؟ ها؟ ها؟ تحط كده قلنا الكباسيتور مشاعر بايه؟ بالافرج يعني هنا الافرج بتاعنا طالما 2 سنتي ونص الافرج بتاعنا في السبعه واثنين فده هياخد المكسر هياخد المكسر ف دلوقتي يبقى عندي كده مكسر وسماعي لما يبقى عندي زيرو هنا هيبقى في الساعة الاثنين فالبورد اللي يطلع السماعة لما يبقى هنا في زيرو يبقى نطلق ان انا اوصل للارض يبقى دي اوتبوت بقت ماينس في الساعة الاثنين فدي تبقى ماينس دي في الساعة الاثنين لما يدخل هنا في سي سي هيبقى نص رايح هنا نص جاي هنا وهنا يبقى في سي فتحول الى موجه ما فيهاش بي سي فالمكسر ده بيشيل بي سي من البيت بيشيل بي سي من البيت ماشي فده طب دايره زي دي بتفيدك ايه؟ اقول لك بتفيدك ايه؟ لو انت عملت دايره زي دي
هتفضل وانت بتغير الشنطه سامع صوت. الصوت اذا كنت انت متجه الى مقاومه صغيره يبقى التردد بيزيد. هتفضل تسمع صوت يبقى رفيع 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 يعني الفريكونسي بتزيد الى ان تصل الى نقطه مش هتسمع على يعني وضع معين مش هتسمع. ده معناه ان ودنك ده اقصى تردد ليه بتسمع. يعني انت بتعمل اختبار لنفسك وتشوف نفسك بتسمع لغايه فريكونسي كام. الناس الطبيعيه العاديه بنسمع لغايه 15 كيلو هرتز. دي تعرفها منين؟ تعرفها من انك اخر فريكونسي تسمعه قيس المقاومه وتعرف المعدل بتاع الفريكونسي. دي بقى ازاي؟ فتقيس المقاومه والسي معلومه عندك تشوف الار ده بكام يبقى في اقصى فريكونسي بتاعتك كام. لما بتعمل الفريكونسي عن كده ما تسمعش حاجه. فدي تقدر تعمل هي تشيك على انت بتسمع بقى في الفرنسي ماشي. في نفس الوقت الدائره دي بتستخدم لما في حاله تدوس الارم او اي حاجه يعني انذار صفر ده بتديها الصفر. طب انت خلاها تشتغل او ما تشتغلش هنشوف الكلام ده في تطبيقات ثانيه بعد كده. يعني ممكن تقول ايه لما يحصل شرط معين مثلا الرجل رقم 4 ما وصلهاش في سي سي الرجل رقم 4 ما جاش في سي سي تبقى طبيعي ياخد ارض. لو نتيجه الانذار الرجل رقم 4 عندك يبقى الدايره الشرط دي الصفار. هيجي لك الارض دي حاجات قدام الشرط. حاجات الامداد والكلام اللي بنقول ده يمكن استخدام نفس الفكره دي ان انا اشغل حاجات زي اشارات المرور زي الاشارات المرور بس محتاجين حاجه تانيه زياده هنتكلم فيها بعد شويه. يعني انت لو بتشغل احمر بعد شويه اصفر بعد كده اخضر وهكذا كل ده ممكن. طيب اخر تطبيق هقوله اللي بنسميه الويبر ديتكتور سيستم. الدائرة دي طبعا هنا المية هي اللي بتكون معانا من المقاومة. طبعا المية غير المقاومة شوية.
الميه ليها مقاومه مش مانع نهائي. كل ما كانت الميه ما فيهاش املاح كل ما كانت ما فيهاش املاح كل ما كانت مقاومتها عاليه. يعني مثلا الميه المقطره اللي بيستخدموها في العربيات مقاومتها عاليه جدا. الميه بتاعت الحنفيه العاديه فيها مقاومه. ميه المطر اكثر نقاء من ميه الحنفيه والكلام ده. املاح وحاجات كده قال لا مقاومتها اعلى. وهكذا ميه البحر طبعا قوتها مخفضه من مليانه ملح وهكذا. طيب تستفيد من لعبه زي دي في ايه؟ ان دلوقتي لو كان انت عايز تشوف مثلا في ليكج او في اي تصريف ميه في حته معينه فالميه في طرف من اطراف المقاومه واصل جوه الميه. الثاني على ارتفاع معين لما الميه تعلى وتوصل له يبقى الدايره كبرت. يبقى الدايره بتكمل لما ترتفع الميه لغايه ما توصل للطرف الثاني. فيبقى الطرفين جوه الميه. يبقى الطرفين جوه الميه. في الحاله دي الدايره بتشتغل وبتديك صفار. الدايره بتشتغل وبتديك صفار. انت ممكن تختبر حاجه زي كده في البيت عندك. هتحط مثلا ميه علبه جبنه يعني زبادي ما اعرفش اي حاجه وتخلي سكه منهم جوه والسكه الثانيه بره. مجرد ما تلمس السكه اللي بره الميه انت تسمع صوت صفار. تسمع صوت صفار. ولو عايز تغير النغمه بتاعت الصفار حرك السكه دي لان النغمه بتتغير. فكده انت بتعزف عمال يعني. فكده انت عزف عمال. لان انت تغيير لو تقعد تحركها كده هتسمع نغمه. لان كل وضع من الاوضاع بيخلي لك قيمه مختلفه في المقاومه. ففريكونسي مختلفه. لو حطيت اي سائل تاني هتسمع نغمات مختلفه. يعني لو حطيت زيت حطيت اي حاجه جاز مثلا اي حاجه تسمع حاجات مختلفه خالص. فبالتالي تتحول يعني عند الجبنه دي الى اله موسيقيه يعني انت بتقعد تسمع نغمات مختلفه طول ما انت بتتحرك تسمع نغمات ثانيه. فدي واحده من التطبيقات يعني دي واحدة من التطبيقات اللي ممكن استغلالنا ونجد طويل لما مستوى المية ارتفع إلى حد معين، مستوى المية ارتفع إلى حد معين. تاني كفاية ونكمل بقى بعض الأمثلة إن شاء الله. يبقى هيبقى عندك بالنسبة لي في مسألتين على الرش المكرم. في مسألتين الرش المكرم. الدكتور هشام هيكلمك لما يدخل هو هيخلي الامتحان بتاعه في الشكل العام بتاع اي سي كيو. يعني هو ما يتكلموش يسالوني يعني ما تخشوش تسالوني عشان تشوفوا الشكل العام هيجيبوا لكم ايه. يعني ممكن من ضمن الام سي كيو حاجه زي الدايره مش عارف ايه يقول لك دي مثلا اقصى فريكونسي ليها هنا كذا صح ولا غلط او الكتاب دي اقصى فريكونسي كذا ولا كذا. يعني كان لها مسافه صغيره كان في مسافة صغيرة. القوانين النفس بتاعها تكتب مقدار معلومة مش هتثبتها. لا مش هتثبتها تستخدمها مباشرة. هتستخدمها مباشرة. ماشي؟ ونلاقي التوفيق إن شاء الله.